حمص قلعة الحصن، استهداف جامع حي حي سرايا بقذيفة مدفعية. الله أكبر، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهدوا يا عالم، شاهدوا بشار الأسد قف يقصف مساجدنا. الله أكبر، استهداف جامع حي سرايا بقذيفة مدفعية. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، حمص قلعة الحصن، دمار كبير في المساجد جراء استهدافها بالمدفعية الثقيلة المتواجدة في جبل السايح. الله أكبر عليك يا بشار. المسجد الأسري في قلعة الحصن بحارة السرايا، شاهدوا الدمار الذي خلفه هذا القصف الهمجي على هذه المساجد. الله أكبر عليك يا بشار، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه أثار القصف على مسجد حارة السرايا في قلعة الحصن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليك. جمعت وفاء الانتفاضة الكردية. الله أكبر، الله أكبر. هاي إصلاحاتك يا بشار. الله أكبر، هاي أثار القصف. الله أكبر على مسجد حارة السرايا، مأذنة حارة السرايا. الله أكبر، شوفوا يا عرب.